تعالوا كمان استعرض مع حضراتكم تحديث لاخر اسعار العملات والذهب، والبدايه باسعار العمله والدولار الامريكي اللي سجل شراء 15 جنيه 63 قرش والبيع 15 جنيه 73 قرش. اليورو سجل 18 جنيه 53 قرش والبيع 18 جنيه 71 قرش. الجنيه الاسترليني 21 جنيه 70 قرش والبيع 21 جنيه 91 قرش. الريال السعودي سجل 4 جنيه 16 قرش والبيع 4 جنيه 19 قرش. والدينار الكويتي سجل 49 جنيه و37 قرش للشراء والبيع 52 جنيه و36 قرش. أما أسعار الذهب فعيار 18 سجل 680 جنيه واستقر عيار 21 عند 793 جنيه. عيار 24 وصل ل 906 جنيهات والجنيه الذهب تقدر تشتريه ب 6344 جنيه. خلينا